كلام الناس حكايات دايما بتعلمنا. هنسمع احنا كلام نزلنا الناس. وسألنا الناس ايه هي المشاكل اللي بيقابلوها في سن المراهقة، تعالوا نشوف الناس قالوا ايه. المشاكل التي تواجه المراهق وهي الفراغ، ولكن هناك حكمة تقول إن لم تشغل نفسك بالحق شغلتك بالباطل. فلا بد على منظمي ومنظري ومشرعي أن يراعوا عملية الوقت بالنسبة لتطور الزمن للمراهق. عدم فراغ الأب والأم لتربية المراهق والتعامل معاه بشكل جيد. الحاجة الثانية الإعلام والميديا والسوشيال ميديا دلوقتي كلها حاجات طبعا هي الحياة اللي بتربي المراهق، لدرجة أن المراهقين في مصر دلوقتي ثقافتهم أصبحت ثقافة مستوردة. إن في فكرة بينه وبين أهله إن هو لو عايز يعمل حاجة طبعا أهله ما بيردوش عليها، الشارع دايما مختلف معاه، يعني بيتدخل في حياته الخصوصية قوي. من ضمن برضو المشاكل اللي بتواجه المراهق إن الصعوبات كتير جدا، حاجات كتير، يعني مثلا لو هو عايز يخطب أو حاجة زي كده طبعا كل حاجة بقت غالية. البطالة دي يعني عامل أساسي، ودي ليها تأثير كبير على يعني نفسية الشاب من دول، دي نمرة واحد. الحاجة الثانية إن في بعض المراهقين بيبقى حاصل على مؤهل عالي وخبرات تكوى، وبعدين بيفضل مركون ما بيشتغلش. المشاكل اللي بتواجه المراهق ان هو مش بيلاقي حد يفهمه، الصحاب، لان هو بيكون متاثر بيهم، لان هو قعد يعني هو بيقعد طول الوقت معاهم بيكون متاثر بيهم، افكاره شبه افكارهم، فهو ممكن ان هم بايدهم يا اما ان هم يغيروا للاحسن او للاسوء. الاعلام ما بيهتمش بيه، وبرضه بيبقى في سن لسه صغير. يعني اهم مشكله بنقابلها هي الاعلام، تعامل الاعلام مع المراهق لا يتناسب تماما مع المرحله السنيه والمرحله العمريه الخطيره اللي بيمر بيها، من حيث الدراما، من حيث التراجيديا اللي بتحصل، من حيث المشاهد اللي بتؤجج وتثير غريزته. كلام الناس حكايات دايما بتعلمنا.